أهلا بكم. لماذا يبقى النازحون منسيين داخل بلدهم العراق وحبيسي الاتهامات والاضطهاد النفسي الحكومي ومسلوبي حقوقهم كمواطنين عراقيين يعيشون في بلد اسمه العراق، غني بثرواته البشرية وغني بثرواته المادية؟ أليسوا عراقيين؟ من حقهم أن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية انطلاقا من الشعور بالانتماء لهذا البلد؟ ما هي الأهداف السياسية التي تقف وراء إقصاء مجتمعات بأكملها داخل زنازين المخيمات المهترئة في الصيف اللاهب وفي الشتاء القارس منذ احتلال العراق، والتي ازدادت وتيرتها بعد عام 2014؟ الميليشيات والقوات الأمنية هجرت عشرات الآلاف من ناحية جرف الصخر التي تحولت إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة ومقابر جماعية، وطرد أهلها منها قسريا. وحدث ولا حرج عن مناطق بأكملها في محافظات بعينها تم تهجير أهلها منها. فيما يتحدث سياسيون في الحكومات المتعاقبة أن قرار جرف الصخر بيد إيران، ويشير محللون ومراقبون أن عمليات التهجير التي شملت محافظات بعينها في العراق تسير ضمن مخطط إيراني تنفذه الأحزاب والميليشيات. ولكن لماذا لا يكون هناك موقف دولي واضح من ملف النازحين المنسيين المنفيين داخل وطنهم؟ وما هي الآثار النفسية والتداعيات المجتمعية من استمرار عمليات التهجير واستمرار منع الأهالي من العودة لبيوتهم وديارهم وإبقائهم ضمن حلقة الاتهامات والإقصاء والتهميش والإهمال؟ للإجابة على هذه الأسئلة سيكون معي في حلقة تحت الضوء اليوم الدكتور نوري حمدان، الصحفي والباحث السياسي، ضيفي في الاستوديو. وأيضا الأستاذة أمال الضفيري، الناشطة الحقوقية العراقية. أستاذة أمال، مرحبا بك. مرحبا بكم، شكرا. إذن نبدأ مشاهدينا الكرام الحوار بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير، كونوا معنا. في خضم الصراعات السياسية والمناكفات بين الأحزاب والميليشيات، فإن ثمة معاناة لا تنتهي ومأساة تتجدد وملفا شائكا للنازحين المنسيين. فمشاهد الخيام المتهالكة والوضع المزري في مخيمات النزوح لم يحرك السياسيين والأحزاب الفاسدة تجاه النازحين الذين يعانون منذ سنوات دون أن تلتفت إليهم الحكومات المتعاقبة أو تفكر بإعادتهم إلى مناطقهم. مخيمات النزوح في العراق تفتقر إلى أبسط المستلزمات الضرورية بحسب منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، فيما تحدث النازحون من جرف الصخر والأنبار والموصل وديالة وصلاح الدين وغيرها عن معاناتهم التي تتفاقم يوما بعد آخر وسط الإهمال الحكومي المستمر، وأن أيا من المسؤولين الحكوميين لم يصغي لمناشداتهم العديدة. ما حد بحالنا، لا حكومة تجي تقول يابا شكو، لا مسؤولين. ليش احنا، ليش ما عندنا أحد؟ احنا شنو مقطوعين بالشارع؟ أوضاع النازحين في العراق تكشف عن معاناة مأساوية جراء الإهمال الحكومي خلال السنوات الماضية، وفقا لمركز جنيف الدولي للعدالة الذي طالب المنظمات الدولية بتقديم كل ما يمكن تقديمه لتخفيف المخاطر عن النازحين، وأن يعمل المجتمع الدولي بكل طاقاته من أجل وضع حد لتنامي دور الميليشيات في العراق ومحاسبة قادتها والدول التي تدعمها بسبب مساهمتها بتهجير الملايين من الأبرياء ومنعهم من العودة إلى مناطقهم. وزارة الهجرة الحالية أقرت بوجود تلكؤ في ملف النازحين الذين بلغت أعدادهم نحو 1,200,000 نازح موزعون على 2,500 موقع داخل العراق، ما زالوا في مخيمات النزوح حيث يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية جراء إهمال السلطات الحكومية بحسب منظمة الهجرة الدولية. عمليات التهجير ومنع النازحين من العودة إلى مناطقهم تسير ضمن مخطط إيراني تنفذه الأحزاب والميليشيات التي تسعى بكل قوة إلى التغيير الديموغرافي القائم على أسس طائفية.
إذا أبدأ معك أستاذ نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي. النازحون منسيون في العراق، منفيون داخل وطنهم، ترى ما هي الأهداف السياسية وراء إبقاء أزمة النازحين إلى اليوم؟ شوف، الحقيقة أزمة النازحين هي أزمة مركبة، وتقدر تقول عليها أنه عدة عوامل هي مسببة بتأخر عودتهم إلى ديارهم، تأخر تقديم الخدمات الضرورية اللي هم يعني يحتاجوها. مقدمة كل هذا حقيقة يعني هي هم ورقة تم استغلالها سياسيا، بالإضافة إلى أنه حسم قضيتهم وعودتهم إلى ديارهم هو يعني بيد الحكومة، والحكومة تعرف يعني اليوم احنا الحكومات عندنا بالعراق تؤسس وفق المحاصصة ووفق المعايير هذا لي وهذا لك، وهذا المشروع الذي ننتفع منه يأخذ طريقه في التنفيذ وغيره لا. فهذا هم معيار من معايير التأخر والتوقف ونسيان النازحين، بمعنى أدق أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية بحسم ملف النازحين. في تارة تجد أن قوى الإطار التنسيقي يتحدثون عن رغبة جامحة بعودة النازحين ويرمون اللوم على القوى السياسية السنية بعدم حسم ملفاتهم، لأنه هاي القضايا بعض من عدها تكون بمسؤولية مسؤولين سياسيين في أحزاب سنية وهم مسؤولين في الدولة. ومرة أخرى تجد أنه الأحزاب السنية هي ترمي باللوم على الإطار التنسيقي، كون الإطار التنسيقي في مفاصلة عموما هو المسؤول الأول على الملف الأمني وهذا الموضوع لا يحسم. فبين هذا وذاك نسي النازحون، نسي النازحون بخيامهم التي وصفتها بمقدمتك اللطيفة حقيقة، يعني التي يعني قدمت معلومة مهمة جدا أنه هؤلاء الناس يعيشون في ظل أجواء صعبة جدا، لأنه يعني حر الصيف تعرف أنت الصيف عندنا حار والشتاء بارد، وهم يعيشون بهاي الظروف الصعبة هاي السنوات الطويلة، يعني تجاوزوا يعني البعض من عندهم تجاوز 5 سنوات في هذه المخيمات. من 2014 يعني. من 2014 يعني حد 8 سنوات. 8 سنوات يعني الحد الأدنى فيهم 5 سنوات. نعم. ولكن فيهم كثر انه هم منذ 7 سنوات، وحتى قبل 2014 فيهم نازحين يعني من ذاك الوقت قد يكونون ليس في مخيمات، يعني في مناطق غير مناطقهم السكنيه الاصليه، وساكنين ايضا في مواقع التهجير القسري، مواقع او في بيوت استئجار بسيطه غيرها، ايضا هم يعانون نفس المعاناه، ولكن يمكن لانه اللي موجودين في الخيام هم تحت المجهر خلينا نسميه، ولكن الموضوع هو فيه تفاصيل اكثر وواسع. اكو ناس عايشين هم ايضا في الايجارات، يعني مأجرين سكن في مناطق غير مناطقهم، معاناتهم كبيره، معاناتهم غير قليله، يتحمل مسؤوليتها حقيقه يعني من الجانب الاداري وزاره الهجره والمهجرين، ومن ثم الادارات المحليه يعني الحكومات المحليه في محافظاتهم. ولكن الطرفين يعني الحكومه الاتحاديه والحكومات المحليه في المحافظات، الطرفين مرهونين بالاراده السياسيه المانعه لعودتهم، لانه ماذا تسمي نازح يفرض عليه العوده، يعني يقطع عليه المساعدات، الدوله قطعت عليهم المساعدات بالمناسبه في مواطن كثر، يعني اكثر من مكان قطعت عليهم المساعدات، والهدف من عندها عودتهم الى ديارهم، وهم لم يزودوا بكتب السلامة الأمن يعني الأمنيات، يعني أمنيا لم يمنحوا الموافقة إلى العودة، اثنين لم يمنحوا التعويضات حتى يتم إعادة إعمار مناطقهم، اتبعوا أيضا سياسة أنه منح لكل وزارة الهجرة والمهجرين منحت لكل عائلة 1.5 مليون للعودة، وذهب منهم من راغب فعلا يرغبون لعودة مناطقهم، هم ليست يعني هم غير راغبين للهجرة، يعني هم ليس مهاجرين، هم مهاجرين
فبالتالي العودة بالنسبة لهم مصيرية، لابد أن يعودوا. فلما خلقت لهم وسيلة عودة ومنحتهم الحكومة 1.5 مليون للعودة، منهم من استلم هذا 1.5 مليون ولكن من عاد لا يتمكن من بناء بيته لأن بيته مهدوم، عاد لا توجد فرصة عمل، مشاكل كثيرة بالعودة أيضا. نعم. يعني لنقف أيضا على الأسباب الحقيقية للتهجير بعد أن قبل أن ننتقل لهذه الأسباب الحقيقية، أنتقل لأرحب بالأستاذة أمال الظفيري الناشطة الحقوقية. أستاذة أمال، هل ترين أن المنظمات الدولية كانت بمستوى الحدث، بمستوى التحدي، بمستوى ما يشعر به النازح في العراق داخل بلده في خيام مهترئة في حر الصيف اللاهب وبرد الشتاء القارس، هم وأطفالهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة، ابن المدينة لا يتحمل هذه الظروف القاسية، كيف يتحمل النازح في مخيمات بعيدة خارج المدن هذه الظروف الصعبة؟ هل ترين أن المنظمات الدولية قد قامت بواجبها ومسؤولياتها بكشف معاناة النازحين في العراق؟ نعم، شكرا لكم. هو بس خليني أوضح، النازح اللي هو ينزل داخل دولته، المهاجر هو اللي يعني يطلع برا بلده. هذه مخيمات النازحين هذه عادة تكون مؤقتة، يعني لظروف مؤقتة، بعدها ورا ما ينتهي الظرف المفروض يرجعون. فالمنظمات الدولية تقدم يعني مساعدات نقول عاجلة الفترة معينة، بس أنت مثل ما يعني حضرتك تكلمت، هذه المخيمات صار لها 8 سنين، واني يعني قرأت أنه الدولة بعد أنهت وظيفة هذه المنظمات، كانت تقدم لهم طعام وشغلات إنسانية، بس الدولة يعني خلص نهت مهامهم، أعتقد هي للضغط على النازحين أنه حتى يرجعون المناطقهم. طبعا يعني من شروط العودة تكون يعني طوعية مو إجبارية. أنا أعتقد هم أكو بعض يعني النازحين يعني الدولة تطلب منهم يرجعون بس ما يقدرون يرجعون لأسباب كثيرة، لأسباب أمنية، لأسباب اجتماعية، لأسباب عشائرية، لأسباب إنه فقر. فيعني أكو ناس رجعت يعني راحت طلعت من المخيمات النازحين وراحت لمناطقها وشافت انه يعني جوع وفقر وما تقدر تعيش، فرجعوا مره ثانيه المناطق النزوح. انا اعتقد الموضوع اكبر من منظمات الدوليه. المنظمات الدوليه بالنهايه تعطي خيمه، تعطي اكل، تساعد، مو اكثر. طيب الحكومه العراقيه ليش ما توفر لهم اكل مثلا؟ يعني الحكومه العراقيه ليش يعني هو احنا مثلا بالعراق محتاجين يعني قبل احنا باكستان لو سريلانكا حتى مثلا ما عندنا موارد، عندنا موارد وما شاء الله الموارد الدول كلها المجاوره منتفعه بيها، ليش هذول مثلا ما ينطون حصه هسه ما توزع حصه على المواطن داخل بغداد وباقي المحافظات؟ ليش هذا مثلا النازح يعني ما ينطي حصه في الشهر؟ هل هذا يعني ان الحكومه هي من تقوم أو هي السبب الرئيس في معاناة النازحين في بلد غني تستطيع أن توفر لهم جميع وسائل العيش الكريم، تستطيع أن تقوم بالتخطيط لإنشاء معامل ومصانع في حين أن النازحين يقبعون في خيام مهترئة؟ هل هذا يعني أن الحكومة هي من تتحمل هذه المسؤولية وهي متعمدة بصناعة معاناة النازحين في العراق؟ بالتأكيد هسه متعمدة أو غير متعمدة، هذا يعني نفس الشيء بالنهاية، النتيجة واحدة. بس احنا يعني نشوف يعني هسه آخر فترة نشوف انه ما عندنا قرار سياسي، احنا بس نريد نعرف نلزم هذا الشخص اللي عنده القرار وينه يعني. الدولة متفرقة، محافظة ما تعرف القرار منين يجي. هسه مثلا انا اريد اسال مثلا ملف النازحين عد يا جماعه يعني عد مو يا محافظه، اريد اعرف هي عد منو بالضبط، لان ما اعرف من اللي قرر. يعني حتى لو اكو قرار سياسي طيب زين
والحشد مثلا راح يقبل نرجع النازحين؟ زين، مو هي اراضي النازحين غالبيتها ماخذتها ميليشيات ايرانيه وحشد ومستغلتها وخلص. هذه يعني النقطة اجاب عليها استاذ امان اذا سمحت لي. ننتقل للاستاذ نوري. استاذ نوري، رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي عندما يتحدث ان قرار عوده اهالي جرف الصخر مثلا هو قرار بيد ايران، يعني القرار السياسي عندما لا يكون في العراق، هل استخدم النازحون أداة إيرانية أو أداة بيد إيران من وجهة نظرك؟ نعم، شوفوا حقيقة أنه مو فقط إياد علاوي، كل المسؤولين بال يتحدثون صراحة، يتحدثون صراحة أنه جرف الصخر القرار مالتها يم إيران، يعني مو يم الحكومة العراقية. وهذا أيضا تحدث بها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشكل واضح عندما طلب من حيدر العبادي كان رئيس وزراء حسم هذا الموضوع. الموضوع هو بالنسبة لجرف الصخر قضية مختلفة عن في جوهرها، يعني بالنسبة للنازحين جرف الصخر تحولت إلى تكنات وكأنها عسكرية ل يعني فصائل مسلحة وميليشيات. لماذا جرف الصخر تحديدا؟ جرف الصخر لأن هم يعتقدون أنه جرف الصخر تشكل تهديد أمني للمحافظات الفرات الأوسط وتحديدا محافظة كربلاء، وهذا طريق الزائرين وغير ذلك من هذا التحججات الأمنية. وهذا طبعا حتى وإن كانت هذه حقيقة، يعني أنت لديك قوات أمنية تقدر تأمن الطريق، تقدر تأمن المناطق، يفترض أنت واجبك أصلا تأمن هذه المناطق لسكان هذه المناطق حتى يعيشون بسلام. هؤلاء سكان هذه المناطق هم يريدون يبحثون عن الأمان حتى يتمكنون من الزراعة، يتمكنون ومنطقتهم منطقة خصبة، منطقة منتجة زراعيا، فبالتالي هم ينتظرون من عندك توفر لهم الأمن، مو تهجرهم حتى توفر الأمن للمناطق الأخرى. هذا مسؤولية حقيقة يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأساسية القوى السياسية العراقية. يعني احنا حتى وإن كان اكو تدخل إيراني، ولكن اللوم يعني هذا هم يهربون من مسؤوليتهم في رمي اللوم أو المسؤولية على إيران. هو من جعل إيران مسؤولة عن هذه المناطق لولا ضعف هؤلاء المسؤولين عندنا في الدولة العراقية؟ هم المسؤولين بالدرجة الأساس يعني على هذا الموضوع. الملف النازحين بشكل عام وليس جرف الصخر تحديدا هو ورقة سياسية لحد اليوم، أصبح يعني وسائل الضغط بشكل عام ما بين القوى السياسية والمزايدات السياسية ما بيناتهم في مواسم الانتخابات، في مواسم المفاوضات، تستخدم كأوراق لحسم، لأنه بعض المناطق هي مثلا جرف الصخر، جنوب محافظة صلاح الدين، في مناطق أيضا ما زالت يعني أهاليها لم يعودوا حتى الآن منهم، منها بمشاكل يعني تحت مشاكل عشائرية، ومنها تحت مشاكل أمنية ومسيطر عليها بعض الميليشيات أيضا. نقطة الملف العشائري وكيف أسهم في يعني ترسيخ هذه الأزمة، فقط اسمح لي أن أنتقل للأستاذ أمال. أستاذ أمال، صناعة الأعداء من الداخل، صناعة الأعداء في العراق، هذه السياسة بعد عام 2003 وجدناها، يعني قبل 2003 لم يكن ابن البصرة يخشى أن يقتله ابن محافظة أخرى. هذه السياسة سياسة صناعة الأعداء ألقت بآثار بظلالها على وألقت بتداعياتها على آثار نفسية سلبية داخل المجتمع العراقي. يعني كل ابن محافظة يظن أن ابن المحافظة الثانية هو يستهدفه، وبالتالي يجب تهجير هذه المحافظة. هل هكذا تدار الأمور؟ يعني بالطبع هناك آثار نفسية، كيف تجدين هذه السياسة وهذه الطريقة بإدارة الدولة؟ طبعا هي هذا يعني هذا الحكم من 2003 لحد اليوم انبنى على هذا الأساس، هو أساس أنه تفرقة طائفية، تفرقة عرقية، يجعل المواطن أو الشخص العراقي يخاف من جيرانه، يخاف من هذه الطريقة هي الأسهل حتى تسيطر على كل مكونات الشعب العراقي. وتشوف شفتها كلنا شفناها كيف أبو مثلا الكربلاء يعتقد أبو الأنبار يريد يقتله، نفس الشيء يعني
أبو الموصل يريد يقتل، أبو الموصل يسمي داعشي، ذاك يسمي يعني أشكال من المسميات. هذه سياسة إيرانية، سياسة إيرانية تستغل التنوع العرقي اللي بدل ما احنا نفتخر به انه عندنا هذا التنوع، والتنوع هذا اللي جعلنا احنا يعني بلد عظيم، استغلوا بالعكس، خلونا نفهم ويفهمونا انه هذا التنوع هو سبب دمار العراق، في حين الامم العظيمه اللي بكل العالم هي انبنت على التنوع. مع الاسف تسجيل للشعب العراقي واستغلاله يعني عاطفيا، ناحيه دينيه، ناحيه عرقيه، وهم بنفسهم فعلا افتعلوا هذه النزاعات. يعني داعش مثلا من دخلها داعش هذه وبعدين احنا مع الوقت اكتشفنا انه هذه المفخخات منو كان يدخلها؟ منو كان يدخل مفخخات بمدينة الصدر وبعدين يصير مفخخة بالأعظمية؟ أنا أعتقد هذه سياسة أنه تخلي كراهية حتى ضعفت يعني المجتمع العراقي، صار مجتمع ضعيف متهالك. مع الأسف يعني قدروا يفرقونا بهذه الطريقة. طيب، هذه نقطة مهمة دكتور نوري. الأهداف السياسية انطلاقا من موضوع خلق أزمة النازحين بمبررات صناعة الأعداء من الداخل، المواطن يخاف من أخوه أو من أخيه المواطن يعيش معه في نفس البلد ويخشى منه، وصناعة الكانتونات وعمليات التهجير القسري. ما هي المكاسب الإيرانية إذا كان المسؤولون الحكوميون يتحدثون عن إيران القرار بيدها، مثلا في جرف الصخر وغيرها من المناطق في محافظات بعينها يمنع الأهالي من العودة إلى ديارهم حتى وإن كان هناك ضغط حكومي لإرجاعهم، هناك أخطار تلاحقهم، اتهامات وإلى آخره. ترى في هذه النقطة تحديدا هل توضحها لنا؟ نعم، شوفوا حقيقة يعني بناء البلد وفق المحاصصة الطائفية والذي أسس من مجلس الحكم يعني من 2003 لحد اليوم بقرار أمريكي وبرعاية إيرانية، هذا بحاجة إلى ترسيخ. يعني الشعب العراقي غير منقسم طائفيا، كيف ممكن ترسخ عملية الانقسام؟ ترسيخ عملية الانقسام تحتاج إلى أنت تخلق مناطق شيعية، مناطق سنية، مناطق كردية، بالتالي هنا تبدي تتجذر عملية الانقسام وتغذيها بقضية التحاقد، تغذيها بتقاعد. لماذا يراد التقسيم؟ لماذا يراد صناعة هذه الكانتونات النفسية؟ شوفوا الحقيقة التقسيم وفق هذه المعايير لصالح المصالح الأمريكية الإيرانية في العراق. الجانبين لضمان مصالحهم لابد من تقسيم هذا العراق بهذه الطريقة، لأنه العراق إذا ما يتم تقسيمه بهذه الطريقة العراق يعود إلى ذات القوة التي كان يتمتع بها والتي يشعرون بتهديد من قبل العراق بسبب هذه القوة التي يتمتع بها. فبالتالي إضعاف العراق في تقسيمه من مصلحة إيران ومن مصلحة أمريكا، وبالتالي تنجر على مصلحة إسرائيل، وهذه لا يأتي شخص ويقول لي هذه مفاهيم المؤامرة وغيرها، لا، هذه سياسة ومدبرة ومخطط لها. العراق موحد، عراق قوي يشكل خطر على المنطقة برمتها. ليش يشكل خطر بالمنطقة؟ لأنه البرامج والسياسات التي تريد تنفذها دول الإقليمية بإسرائيل مثلا وإيران غيرها، مصالحهم ما راح تكون بمستوى اللي هم حقيقة يردوه. أنا عندي حدود، يعني على سبيل المثال مع إيران عندي حدود من البصرة لنهاية السليمانية، نهاية أربيل، زين هاي شلون أنا أمنها؟ يعني هذا التأمين هذه المنطقة يعني الخطر دائم. بالتالي إضعاف العراق بهذه الطريقة هو يأمن لي، بدل ما أنا أخلي قوات عسكرية على كل هذه المنطقة حتى أمن الحدود مع إيران مع العراق، أنا أخلق الأزمات في داخل العراق
وبالنتيجة أنا بنهاية المطاف أكون أنا متفضل في بعض الأحيان، لأنه أسهم في حل هذه المشاكل وأسهم في دعم الدولة العراقية وكأنه أنا دولة جارة لحل مشاكل هذه الدولة، وأكون متفضل عليهم وأنا خالق المشكلة بالأصل. نعم. بالأصل هي المشكلة مخلوقة بسبب المحاصصة الطائفية التي خطط لها الاحتلال الأمريكي والدور الإيراني. فالأزمات اللي تحدث بسبب المحاصصة الطائفية يأتي الدور الأمريكي والدور الإيراني في وضع حلول إلها. حلول بالحقيقة هي تمشي عملية ترسيخ المحاصصة مو من أجل حل المشاكل الحقيقية. وشوف إحنا من 2003 الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية وحتى الاجتماعية اللي دنا نبحثها اليوم، قضية النازحين، قضية النازحين اليوم يعني بأساسها قضية اجتماعية قبل ما تكون سياسية واقتصادية. يفترض يعني تكون قضية سهلة، يعني يفترض أنه الحكومة قادرة عليها ببساطة تحلها. يعني لا، بل هناك تعمد حكومي بإبقاء أزمة النازحين، والدليل ليس هناك يعني ما قامت بتهيئته بشكل جيد ما يلائم المعيشة. شو ما قلت لك، كان هو المسؤول الأول بحل هذا الملف هو الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، بس الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية لا يمكن لها حسم هذا الملف أو حسم هذه القضية من دون إرادة سياسية، والإرادة السياسية هي تحاك عند الممثلي الكتل اللي موجودين في البرلمان والمعروفهم يعني طريقة العمل مالتهم. طيب أستاذة أمال، في ما يخص موضوع الثروات البشرية في دول العالم المتقدم، تعتبر رأس المال البشري هو رقم واحد في عمليات الإنتاج والتنمية والتقدم. في العراق يتم الزج بالثروات البشرية الهائلة في المعتقلات والسجون والكانتونات ومخيمات النزوح، وكأنما يراد قتل المواطن العراقي وقتل الشعور بالانتماء لهذا الوطن لديه. هل من آثار مستقبلية لتداعيات هذا الشعور بالظلم، الشعور بالحيف؟ يعني كما تعلمين أن النازحين هم لديهم أطفال، هناك أجيال وهناك نشأ قادم. ترى كيف سيكون نظرة هذا النشأ لبلده العراق، لحكومته، لأساليب التعامل مع الإنسان العراقي؟ نعم هذا الموضوع جدا حساس. يعني مثل ما قلت، الإنسان هو يعني مصدر ثروة للبلد. فأنت يعني من همشت بهذه الطريقة تلقائيا هو بعد شعور المواطنة، يعني بعد ما عنده شعور المواطنة. فهذا العراق بالنسبة إلى أو البلد اللي قاعد فيه بالنسبة إلى لا، يعني ماكو أي علاقة. لازم نكون صريحين، أنا حتى أحس أني أنا مواطنة لازم أكون متوفرتي كل يعني وسائل العيش يعني الكريم. أنا لازم عندي مدرسة أروح لها، لازم أكل أكل محترم مال بشر، لازم عندي شارع، لازم عندي كهرباء. من هذه كلها ما موجودة. لازم عندي حرية تعبير، حرية حركة. إذا هذه ما موجودة، أنا منين أجيب هذا شعور المواطنة والوطن وأفدي الوطن وأدافع عن الوطن؟ تنتهي هذه الحالة. ولما تشوف أنت دول غنية بس يعني المواطن هو ما شاعر بالحرية، تشوفه يهاجر بعد خلص روح المواطنة ما تكون عنده. فما بالك بهذول الناس، أكو أطفال ولدوا بالمخيمات. يعني إحنا قلنا صار لهم 8 سنوات، أكو طفل عمره 8 سنوات موجود بالمخيم، نولد وما شاف كل شيء، شاف بس المخيمات. كيف سيكون له الدافع أن يبني بلده؟ كيف سيكون له الدافع أن يبني بلده، أن يشعر بالانتماء لهذا البلد؟ بل سيكون هدفه عندما يصبح شابا هو الهجرة والهرب من هذا الواقع والانتقام ربما. وإذا ما كان الانتقام بعدين، يعني
ما تعرف انت هذا الانسان شلون ردت فعله. هسه اليوم الطفل السبب بسيط، تشوف هذه المشكله تبقى وياه وينتقم بعدين من يكبر، فما بالك انت يحس انه المجتمع احنا كلنا طبعا نتحمل هاي المسؤوليه، مو بس الحكومه، وما راح يفهم بعدين من يكبر هذه الحكومه وهذا داعش وهذا سني وهذا شيعي، هو يفهم ان المجتمع كله كان سبب في دماره وفي دمار يعني مستقبله، فهو ينتقل من عندنا جميعا او انه يكون انسان محطم او يهاجر يترك العراق ويطلع. نعم. طيب استاذ امال، دكتور نوري، يعني في صراعات بين سياسيين مشتركين في الحكومه منذ 2005 او منذ 2003 مشتركين، وحتى ما قبل كم يوم يعتزلون العمل السياسي أو ينسحبون من العملية السياسية. لماذا انسحبوا من العملية السياسية يا ترى؟ يعني هل هذا هو ردة فعل على ما وصل إليه العراق من حال على النازحين، على ملف النازحين، على الكانتونات، على إدارة البلد، على الخراب، على تحطيم البنى التحتية، على انعدام فرص العمل لدى الشباب؟ يعني مشاركون في الحكومة يتصارعون فيما بينهم على المناصب وعلى النفوذ، والنازحون في حال آخر من المجاعة ومن الفقر والقحط والجفاف والأمراض والأوبئة والخيام المهترئة. شوف الحقيقة، يعني ملف الانتماء للوطن هو المحفز الأساسي في التمسك بالمسؤوليات. تعرف؟ بمعنى انه اليوم احنا نراقب النازحين ونخشى من مستقبلا انه تضعف ايمانهم بالانتماء بالوطن. الحقيقة الحد اليوم يعني من 2003 لحد اليوم الجيل الذي نشأ ايمانه بالوطن وايمانه بالوطنية هو عاطفي مو مصلحي، بمعنى ان الوطن ما مقدم لنا شيء. احنا يعني الوطن ما مقدم لهم، كل الشباب اللي موجودين حتى من غير النازحين بالمناسبة، مو فقط النازحين، يعني كل الجيل اللي نشأ ما بعد 2003 هو يشعر بالغبن ويشعر بالتقصير ويشعر بالتهميش بالظلم. نعم. وبالظلم. فبالتالي الكل يرغب بالهجرة. الانتماء هنا ضعف. سبب الحقيقي هو إدارة البلد بهذه الطريقة، إدارة البلد بالعملية السياسية المبنية وفق المحصلة الطائفية التي فشلت نهائيا في ثورة تشرين. ثورة تشرين يعني دقت مسمار الأخير في نعش العملية السياسية، وأثبتت للعالم بأنه هذه العملية السياسية هي فاشلة، وكل ما ينتج عن هذه العملية هو فشل ولا يمكن أن يتحقق به نجاح. فبالتالي لا تنتظر من حتى المسؤولين في الدولة التمسك والحرص والوطنية بالمستوى الذي تتخيل به مسؤول عندما يهزم سياسيا قد ينتحر. هذا ما راحت بعد، ما حد يفكر بهذه الطريقة. الانسحاب من العملية السياسية والعودة للعملية السياسية والخروج من العمل السياسي والعودة للعمل السياسي أصبحت قضية يعني شلون واحد مثل بالمحصلة هم يعني هم يعني في العمل السياسي هم بخدمة البلد، بخدمة المواطنين، بخدمة العراقيين. انسحبوا أو لم ينسحبوا، ماذا قدموا أصلا؟ هو شوف، هم ما قدموا شيء، بالتالي هي العملية فشلت. وهذا القضية هم كلش مهمة، أنه هم قدر مش شعورهم بالوطنية، قدر إيمانهم بالوطنية هو اللي يدفع بأنهم مش راح يقدمون للناس، هم شلون راح يشتغلون، ما هي العوامل الأساسية التي ممكن أن يعملون عليها لتحقيق العيش الرغيد. الناس تريد تعيش بنهاية المطاف، يعني تريد تعيش بأمان، تريد تعيش ببحبوحة اقتصادية مريحة، فرص عمل موجودة، دراسة، غير ذلك كل هذا حتى تقدر توفر ما يطلق عليه مثلا بحب الأوطان والانتماء والإيمان بالانتماء للوطن. هذا كله للأسف الشديد ما موجود. يعني وإذا نذكر محل الشاهد ما يحدث اليوم في العملية السياسية والتصعيد الأخير والاحتدام
للأسف الشديد الذي حدث يوم أمس والعنف الدموي الذي شهدته بغداد وبعض المحافظات العراقية هو نتيجة صراع سياسي وفق من أجل الحصول على مكاسب أخرى. تصور أن هذا الصراع السياسي هو قائم ومع ذلك خيام النازحين أيضا قائمة، يعني يتصارعون على المكاسب وعلى الأموال وعلى المليارات، بينما الخيام المهترئة في داخلها المواطنين العراقيين الجائعين نعم. والمحتاجين والفقراء. يعني تصور هذا هذه الصورة المتناقضة صح؟ صحيح جدا. شوف في حلقة سابقة معك دكتور نفس المحور ولكن بغير سؤال، كان الموضوع أيضا ماذا يشعر أو ماذا ينتظر المواطنون من هؤلاء السياسيون. أتذكر السؤال كان هيك بهذا الطريقة، ولكن هنا أنا الإجابة ممكن أستعيرها من ذاك الوقت. إحنا اليوم المجتمع العراقي بشكل عام نازحين وغير النازحين هم ما ينتظرون فتشي من القوى السياسية في تقديم الخدمات لهم، لذلك تشوف هم يركزون اليمن على نقص الخدمات على احتياجاتهم اليومية. يشوف يركزون عليها بالمقابلات المباشرة مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام، ما يتحدثون عن الصراع التيار والإطار، ما يتحدثون عن الخلاف السني شيعي، ما يتحدثون عن الخلاف على قانون النفط والغاز، يتحدثون عن مشاكلهم اليومية وهاي بعيدة تماما كل البعد عن البرامج الحزبية. يعني هاي الأحزاب اللي رشحتنا مثلا الانتخابات ما عندهم برامج تقدم خدمات حقيقية للمواطنين. البرامج هم مستعدين للصراعات. من ضمن البرامج طبعا هو التنافس على المكاسب، هذا هو ما هو واضح. نعم. وأيضا من ضمن البرامج هو ما موجود مثلا كأنموذج جرف الصخر، هو أنموذج لعمليات التهجير وعمليات التهجير القسري للمواطنين ومنع عودتهم إلى ديارهم ومناطقهم. بهذا الأنموذج هناك تقرير أعده الزملاء لنتابعه سويا مشاهدينا الكرام. إذن شاهدنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام، ونسلط الضوء في هذه الحلقة على النازحين المنسيين في العراق والمنسيين فعلا وإلى الآن وبسبب الحكومات وبتعمد من الحكومات. أستاذة أمال بالعودة إليك مرة أخرى، هناك صندوق مخصص لإعادة إعمار المناطق المدمرة من العمليات العسكرية، هناك مليارات الدولارات أو ملايين لا أعرف، ترى هذه الأموال أين تذهب؟ والله السؤال يعني جدا أخجي. يعني نسأل إحنا السياسيين يعني عفوا يعني نشوف إحنا التسريبات اللي قاعد تطلع. شفت آخر تسريب لشخص سياسي المشروع بعده ما صاير وتوزع. يعني وهذا إحدى المشاريع. كل المشاريع كل الأموال هذه تتوزع قبل ما تبدي، يعني قبل ما ينحفر الشارع تكون الأموال متوزعة. يا سلام. وشفناها إحنا عيني عينك يعني بالتسريبات. ف
فاني يعني على فكره موضوع النازحين هو هم انا ليش ما يريد ينغلق؟ لان هو مصدر للتمويل، باب من ابواب الفساد يدر ملايين الدولارات. نعم هو مصدر تمويل للميليشيات وللسياسيين، فهو ما ينقفل هذا الملف، ما ينقفل هذا مصدر تمويل يعتبر. نعم اذا في هذه الحاله هذا الموضوع حتما ان القانون الدولي فيه من الفقرات ما تمنع يعني انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام. ترى في العراق الآن الموقف الدولي من ملف النازحين هل هو غلط طرف، هل هو مساهمة؟ يعني عندما يكون القرار السياسي ليس بيد العراق وإنما بيد إيران، ترى يعني بعد احتلال العراق القرار السياسي في ملف النازحين هل هو قرار دولي أم قرار إقليمي؟ السؤال موجه لي؟ نعم موجه لك. نعم أستاذ عمار. نعم نعم هو المفروض بما أنه إحنا بعدنا تحت يعني الاحتلال الأمريكي يعني وضمن الإيراني، فأعتقد هو تتحمل مسؤوليته يعني أمريكا. بس إحنا بدنا نشوف إنه أمريكا شالت إيدها من يعني خلت الأمور كلها بين إيران وبين السياسيين العراقيين. إحنا إذا يعني اللي يصير نتكلمها بوضوح، اللي قاعد يصير هي إبادة، هذه إبادة اللي صار ويا بجرف الصخر، اللي صار بالموصل، اللي صار بالأنبار بحجة داعش، صارت إبادة، صارت تطهير عرقي، صار تهجير، صار هذه كلها المفروض تتدول. هذه مو موضوع يعني بسيط، هذه موضوع انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولازم تتدول. لكن هل هناك رغبة فعلا دولية او من 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 الولايات المتحدة الأمريكية انه هذا الموضوع يتدول، ام هذا راح يكون علامة يعني راح هي تتحمل مساوئ؟ فأنا أعتقد الموضوع يعني بالنهاية إحنا تحت الوصاية الأمريكية، المفروض أمريكا اللي تتحمل مسؤوليتها بهذا الجانب، وليس فقط الحكومة العراقية. طيب نعم دكتور نوري، الولايات المتحدة الأمريكية، الاحتلال الأمريكي هو يتحمل المسؤولية الكاملة لما وصل إليه العراق اليوم بموضوع جعل ملف النازحين بابا من أبواب الفساد أو بابا لتمويل الميليشيات في العراق. هل هذا يعني يجيب على تساؤل بعض المراقبين، ما هو الغاية من المشروع التغيير الديموغرافي في العراق؟ هل ثمة علاقة بينهما؟ هو شوف، التغيير الديموغرافي هو لتكريس عملية المحاصصة، لتكريس تقسيم المناطق سنية شيعية وكردية. هذا هدف أساسي. يعني كل ما يحدث في إشكاليات العملية السياسية، يعني ما يسقط على المواطنين من مشاكل، هو الهدف من عنده هو تكريس الطائفية، وهذه السياسة هي اعتمدتها السياسة الأمريكية. من الراعي؟ من الدكتورة الأستاذة أشارت إلى أنه أمريكا تركت الأمر بيد إيران والقوى السياسية. لا، هي لم تترك حقيقة. أنا يعني جزء أختلف بشيء بسيط، ولكن هي وضعت من يراعي مصالح الأمريكان وتمشي الراعي الرسمي للعملية السياسية في العراق هي إيران. لا، أمريكا أنا بتقديري، ومن ثم إيران بالشراكة. الراعي الرسمي للعملية السياسية والمحاصصة الطائفية أمريكا، الاحتلال الأمريكي بالإضافة إلى بالشراكة مع إيران. العملية أعتقد بها نوع من التوازن ما بين أمريكا وإيران لضمان مصالح الطرفين في العراق. العملية السياسية المحاصصة الطائفية هي عرابها الاحتلال الأمريكي والتدخل الإيراني، ولكن منو هسه اللي يحميها؟ يحميها المستفيدين من هذه العملية. المستفيدين من هذه العملية الأحزاب التي حكمت البلاد من بعد 2003 وارتبطت مصالحهم التجارية والاقتصادية بالعملية السياسية بهذه الطريقة وبهذا الشكل. فهم هسه شوف مثلا هم ليش رافضين تماما التغيير العملية السياسية؟
لأنه إذا تغيرت العملية السياسية راح تهدد مصالحهم الاقتصادية وراح يتهدد وجودهم السياسي أيضا. فبالتالي هم أصبح رعاة، فالأمريكان ليش تدخل بشكل مباشر؟ ملف أكو راعي. ملف النازحين تم استثماره سياسيا عام 2018، وتم جعله بابا من أبواب در الأموال إلى اللحظة. يا ترى هل لا زال هذا الملف يفعل مفعوله لصالح مكاسب سياسيين؟ شوفوا، من اللحظة الأولى هو ملف النازحين هو ملف سياسي وملف بنفعة اقتصادية، ملف سياسي اقتصادي، ولكن اقتصادي فاسد، الاقتصاد الفاسد خلينا نسميه. تقصد سياسي سنة السلطة مثلا؟ كل الأطراف بالمناسبة، كل الأطراف مستفيدين من النازحين في وضعهم الحالي. يعني شوف مثلا حتى بانتخابات اكتوبر الماضي، يعني تشرين الأول الماضي، بالرغم من أنه لم يشتركوا في الانتخابات، هو عدم مشاركتهم في الانتخابات هو ورقة سياسية. لماذا منعوا؟ منعوا من أجل عدم إدلاء بأصواتهم إلى سين أو صاد من الناس في الانتخابات التي حدثت. فهذه ورقة سياسية، هنا ورقة تم تجميدهم سياسيا، ولا بأي حق تحرم مواطن من حق الدستوري في ممارسته بإدلاء بصوته في الانتخابات، إن كنتوا تدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية بهذا الملفات، مو ولا شلون؟ يعني تب أي حق تحرم مواطن تحت أي ذريعة كانت، تحت أي ذريعة، عدم ضبطها، عدم قدرة المفوضية من إجراء انتخابات في هذه الأماكن، حتى لا يكون التزوير، هاي مو مسؤوليتي أني، أنا كمواطن نازح أنا مو مسؤوليتي إنه الانتخابات راح تكون أنت غير قادر على نزاهتها، تحرمني من حقي الدستوري بلعب دوري السياسي في العملية السياسية، بأي حق تحرمني من هذا التصويت؟ ولكن حرموا النازحين، تم وحتى المهاجرين خارج العراق، يعني اليوم اللي عايشين خارج العراق مو كلهم هم، يعني اغلبهم هم خارجين العراق يعني غصبا عنهم، لانه يريدون يبحثون عن الامان، يريدون يبحثون عن الوضع تحسن في نوع ما من الاقتصاد، ولكن بالدرجة الأساس هم غير راغبين بتركهم للعراق، أيضا تحرمهم من المشاركة في الانتخابات. رفض المشاركة في الانتخابات وتفجر ثورة تشرين كانت وجها حقيقيا أو نتاجا لردة الفعل الشعبية للشعب العراقي تجاه العملية السياسية. الشعب العراقي شوف الانتخابات 2018 وانتخابات أكتوبر الأخير الماضي هو دليل قاطع، يعني عدم مشاركة الشعب بهذه الانتخابات هو دليل قاطع على أنه الشعب العراقي رافض لهذه العملية السياسية المبنية وفق المحصة الطائفية. طيب. وهي عملية يعني أصبحت ميتة حقيقيا. طيب. يعني إعادة إنتاجها حتى هسه وإن صارت التسوية وإعادة إنتاجها، هذا لا يعني أنه العملية السياسية أحيت. نعم أستاذ أمال، هل سيبقى النازحون منسيين في بلدهم؟ ما دام الوضع السياسي والوضع يعني هذه نفسها المحاصصة، نعم راح يبقون. أنا بس حبيت يعني أذكر أنه بموضوع الانتخابات أستاذ، هم أصلا ما عندهم بطاقات انتخابية، أصلا ما عندهم هويات، وأكو أطفال ما عندهم شهادات ميلاد، اللي هم يسموهم أطفال الدواعش، هذولا ما عندهم شهادات ميلاد، هذا لا يتلقح ولا كل شيء يصير لهذا الإنسان، غير موجود، أنا قلتها قبل، غير موجود على الكرة الأرضية. فنعم هذا الملف راح يبقى ما دام هذا النظام السياسي موجود، راح يبقى إلا يتغير هذا النظام السياسي، هذاك الوقت راح تنفتح ملفات وتنفتح قضايا، وراح نعرف ليش هذول النازحين لحد هسه ما رجعوا لبيوتهم. شكرا جزيلا أستاذ أمال الظفيري الناشطة الحقوقية، وشكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو دكتور نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي. شكرا جزيلا لك. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وفي أمان الله.